حياكم الله مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا فيكم في اليوم الجميل اليوم الرائع حقيقه بالبرنامج زد رصيدك. اليوم مثل ما انتم شايفين زياد الشهري وعبد الله الجميري طابخين لنا طبخه غريبه عجيبه يسمونها مكرونه، وايضا ابو داحم الخضيري مع خالد حامد جايبين مطازيز من القصيم راسا مباشره، جايب مضبط القصيم بنكهه الجنوب، قصيمي بنكهه الجنوب، بنكهه الجنوب الله. مطازيز ام دحمي، مطازيز ام الدحمي ابعد قلبي. يا مطازيز الليالي، يا مطازيز الزمان. الله يسعدكم، الله يربي وفقكم. طبعا انا ودي بس انوه على نقطه بالنسبه لي، اوضح بس فقط اولا الشكر الكبير، الشكر الكبير لكل من يخدم هالبرنامج وكل من يسعى الى نجاح برنامج زد رصيدك بشكل عام. وانا اتكلم بما انه انا الفقره هذه عندي الان، من يدعم فقره زد بهاراتك المطبخ بشكل خاص، حاولنا قد ما نقدر نخلي الفقره اريحيه مفتوحه، نخليها عباره عن رسائل توجه، متعه بالاناشيد ولها زيج، مواقف للشباب وسواليف، استخراج مواهبهم واسالهم اسئله شخصيه، احراجات بعض الاحيان اذا ارادوا الاجابه او رفضوها. نحاول نخلي فقره المطبخ منوعه شامله بحيث انها ما تكون ماشيه على رتم معين، انما على جهد الموجودين وكيفيه تفاعلهم مع مقدم الفقره الله يرحم والديك. وهذا سر وانا اقولها لكم، العام الماضي ولله الحمد اخذت فقره المطبخ المركز الاول، والسنه هذه حتى الان قاعد اشوف فقره المطبخ من يعني كمتابعه وكمشاهده وكتفاعل المشاهدين جالس اشوف شيء حقيقه يثلج الصدر ويسعد الخاطر. فاللي ابغى اوصل له انه دائما الفقرات اللي زي هذه اللي وضعها حساس بسبب الجماهيريه الشديده لها او المتابعه الشديده لها، ما ننكر احنا انه لازم يعني مثل الفقره هذه مستحيل يصل الانسان الى الكمال، لكن يسعى انه قد ما يقدر انه ما يخطي ولا عنده لف يمين او يسار، او يحاول انه مثلا يوصل رساله مش جيده في الفقره، او يوصل رساله مو حلوه، سواء المذيع او المقدم او الشباب، سواء بقصد او بدون قصد. هذه اتمنى نركز عليه النقطه دي. النقطه الثانيه لمساله اللايكات، من قبل البرنامج حطيت عهد على نفسي اني انا ما اكون لي علاقه نهائيا في مساله اللايكات نهائيا. فكان التصويت في البدايه، ثم ولله الحمد اجتمعت الاداره مع العريفي الشيخ عبد العزيز العريفي الله يبيض وجهه، تم الاتفاق انه يكون النص للشيف والنص لللايكات، وصرنا على هذا احقاقا للحق وتحري للعدل عشان قد ما نقدر نحاول ما نظلم الشباب. مع ذلك احنا خارجين عن مساله التصويت، اتكلم عني انا كشخص يعني مقدم الفقره، لانه انا ما اقدر افضل فلان على فلان، في عندنا تصويت عندنا لايكات عندنا نظام. النقطه الثالثه مساله اللايكات اللي صارت امس، انا جاني طلبات كثيره مثل ما جاني المعاد الجماز قبل يمكن 3 أسابيع 4 أسابيع وبررت وتكلمت، ابرر اليوم واقول اللي صار امس انه الشيف قيم التقييم هذا، اما بالنسبه لللايكات فاللجنه اللي تتابع اللايكات الان، اللجنه اللي تتابع اللايكات الان حاولت قد ما تقدر تخصم اي شيء اللي ترى انه جاء كثير، 2000 3000 4000 اللي يسمونه الوهمي. هذا اللي صار امس وهذا اللي حصل بالفقرة اللي صارت أمس، وعشان كذا صار فيه نوع من يعني التفاوت باللي شفتوه على الشاشة وباللي أعلناه إحنا. هذا كله تحري للعدل، ومع ذلك أرجع وأقول يعني هالأمور هذه ما لها علاقة، لكن كل من شتم أو سب أو سخر أنا أقول أولا الله يحل لكم ويبيحكم، كلهم الله يحل لهم ويبيحهم ويجمعني وياهم في جنات فردوس الأعلى، لكني أنوع على نقطة أنه هذه صحيفتك املأها بما تشاء، هذه صحيفتك املأها بما تشاء، ستجد الله يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. عشان كده يا شباب أنا أشكر 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 مع قلبي إخواننا في الإعداد، إخواننا في الكنترول، الإخراج، المعدين كلهم، فايز مدخلي على رأسهم أخوي نصر الحربي، حسين الفيفي، وجميع المعدين الرائعين اللي قاعدين يحاولون قد ما يقدروا يبذلون جهد خرافي عظيم لنجاح فقراتنا. احنا نتعب ونبذل جهد ولا نمن، بالعكس احنا انتم المتفضلين علينا تشاهدونا، لكن لا نسمح ولا يعني لن نرضى لأحد أن يتهمنا في نياتنا أو يتهمنا في أننا نحابي فلان أو فلان، هذا خط أحمر. ومع ذلك نقول الله يحلل ويبيح كل من تجاوز الحد وتجاوز الخطوط الحمراء واتهم وا 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 إلى آخره. شبابنا وأحبابنا بقي لهم 3 أيام 4 أيام وينتهي البرنامج، ثم يذهب كلهم بطريقة
وتنتهي هالفاصل الزمني الجميل اللي عشناه في هالقرية الرائعة الجميلة اللي كل سنة تقدم لنا نموذج من البرامج الهادفة المميزة اللي توصل رسالة حلوة ومحتوى رائع جيد للأسرة المسلمة، على أنه مستحيل نرضي كل الأذواق ومستحيل أنه نرضي العالم كلهم. فحبيت أنا بس أركز على النقطة هذه ونبه على النقطة دي. جاني سؤال كثير تردد كثير لأخونا عبد الرحمن الخضيري، يقول السؤال: أمس زعل عبد الرحمن الخضيري ولا وش وضعه؟ ليش أمس بالليل ما طلعت للبث؟ ايش اقول ها؟ ايش اللي عبد الرحمن صار عليك امس؟ امس مو انه يعني امس لا اله الا الله، امس شلون ابدا؟ بس امس عقب ما يمكن المغرب كذا رحت الاعداد وكان عندي شغله لازم اخذ جوالي عند الاعداد، اخذت جوالي كانت عندي شغله مهمه جدا وليتي ما اخذته. تفاجأت إنه بالبلدية كنت أعلى واحد. طبعًا أنا ما مو بإنه سافت اللي مختار ومختار هذا على ما قال الله يسامحه الله يحله. بس أنا زعلت مو بعشاني، أنا زعلت على الناس اللي وراي تتعب، بس أنا زعلت على الناس اللي ورا تطحن، يعني لهم ثلاثة أسابيع كلهم تصدرون ولا أخذوا. ما والله ما أبي أدخل بالذمم ولا أقول أذن، بس ما أدري يعني إنه ما أدري الوضع وش هو مكهرب. وأنا والله لا زعلت علي، أنا وأنا من أول يوم البرنامج لين اليوم أضحك، بس إني زعلت أدري إن بوناس تضايق وبوناس ما نام وبوناس تطحن بوناس وبوناس بوناس بوناس وما أكون حقهم. بس هذا هو هذا اللي أنا بس إن شاء الله إنه يعني أنا أقول إن شاء الله إنه مو بهالموضوع، إن شاء الله إنه مو متعمد. إيه لا إن شاء الله لا بالعكس يعني. أنا بالنسبة لي أقول الله يسامح لو كان في ذا، بس أنا بقول لهم إنه ترى لايكاتكم وصلنا او ريتويتاتكم وصلنا تشكر الجمهور. اي والله بيض وجيههم وما قصروا، اصلا عطون قبل الدرع عطون قبل ال 700 عطون ال 400 وقصيدتين تنتين، مي بواحده مليون لا تنتين كل مليون. هذا يدل انهم والله انهم كفوا كفوا كفوا. واللي عموما المشاهدين والجمهور كله يستاهل كل شيء، كله يستاهل كل خير. وناس تتعب ترى، والله ناس تتعب وتبذل وتتحمس ويمكن تزعل بعض الأحيان، توصل إنها يعني تتجاوز يعني بعض الأحيان حدودها يعني بالخطوط الحمراء، تغتاب مثلا، تسب، تشتم، لا لا. لكن نياتهم أنا أتكلم نقول نياتهم إن شاء الله نقول إنها زينة، لكن الفعل قد يكون خاطئ. لكن مع ذلك نقول نشكر كل من دعم وكل من ساند. كل شباب زد رصيدك. أي أيوة والله. لأنه أصلاً بس أذكر سؤال، البرنامج إذا قائم بدون مشاهدين وجمهور. لا والله. ما راح يقوم، ما له فائدة ولا له قيمة. بالعكس إحنا والله على رأسنا وتاج رأسنا المشاهدين. إحنا هنا والله بوسيلة للجمهور، للناس كلها تشوفنا. نعم. والله إحنا إحنا لهم. هذا كلام. وأنا اللي أكثر شيء أعجبان إنهم يعني رغم إنهم كان أسبوعين كفي لابس، وأنا ما بيتكلم عن شيء راح. مضبوط. مع هذا إنهم مصرين ومصرين ومصرين، وآخر أسبوع هذا على ما قال يعني جابوا الخير. مضبوط. وبناقض النقطة الثانية، أبارك لكل الشباب اللي أخذوا بعدي، والله إنهم يستاهلون، والله إنهم كفوا، والله كأنه جيدا يستاهلون. بس أنا كان أمس تضايق. يستاهلون وتستاهل أنت يا عبد الرحمن. إيه كان تضايق أمس والله عشان عشان الجمهور. هذا أول شيء. ثاني شيء تراي قعدت يمكن ساعة ونص ساعة هنا ومن طلعت لي شغلة بعدها، يعني مو بأنه كله كذا، كان ودي أرجع بس قعدت لي ساعة شوي كذا ومن طلعت لي شغلة. أقول أنت يا عبد الرحمن كانت ما أخذت البلدية أو ما أخذت التصويت مثلا أو شيء معين، فأنت أخذت محبتنا. نعم. أنت أخذت قلوبنا يا أبو داح. الحمد وتستاهل كل خير وطيبتك وابتسامتك. الله يا رب إنه يسعدك ويوفقك. الله يسعدك وموفق. خالد حامد. عيوني. خالد حامد في سؤال قبل شوي في الهاشتاج يقول: خالد حامد والإنشاد إلى أين؟ يعني واضح السؤال أتوقع، وين بتوصل في الإنشاد يا أبو خلود حبيبي أنت؟ بحكم أنه تخصصك الآن. أنا والله شوف أنا بعلمك شيء. سب. أنا قبل ما كنت في ما كنت أنشد في الجنوب كثير. حلو. عرفت. ولا أنا متخصص فيه، لكن بعض الحاجات زي ما قال صالح اليامي يقول بعض الحاجات صعبة. حلو. للحال الجنوبية. شلون؟ صعبة كلحن. حلو. الجنوبي في يعني في الحن يعني احس انها تعتمد على اللهجه. اي نعم. اللحن الجنوبي ما هو كل واحد يتقنه. يا سلام. عرفت. يا سلام. فصالح اليامي اعطاني حاجه قال: شوف يا خالد، انت نشد لكن ترى اللحن الجنوبي ما حد يتقنه كثير. نعم.
يقولوا وانت شايف ما شاء الله في الساحه ما في الا الناس القليل اللي تتقن ولا اصلا في بدايتي انا كانت اهلا يا هلا يا امي بعد اليوم ان شاء الله اليوم ايه في شيء عندي لفته ان شاء الله اسمها حاجه حلوه بيكون فيها نشيد وليس خصيص اي نعم انا ابغى احط ابغى احط في روس الناس ترى انا صاحب شلات والمنشد ايوه لست محتكر على شيء جنوبي من الاخير يعني بالعربي أيوة. انت الان المنشد خالد حامد نعم وميزه المنشد انه صاحب شلات وينشد ما فيها شيء صحيح لكن انا كثرت منها في البرنامج لاني ابغى اميز الطابع الجنوبي من الالحان الثانيه هذا اول شيء ثاني شيء الشباب ما شاء الله تبارك الله شوفهم يحبون يعرضون وينقزون ويطجون فاحب اعطيهم الحان جنوبيه خطوه عرضه قزوعي فهذه الحاجات تمشي معهم بس انا اشوف انه هذه تميزت فيها انت يا اخي تميزت فيها كثير وهذا سر يمكن طلب الناس لك لها اي لانها اصلا من الالحان الصعبه هذا الحين جيب لي اي منشد قل لها نشد جنوبي يجيب لك اللحن والله يا اخي صعب ما تعتقد انك لها دور انه انت جنوبي وعايش هناك ولهجتك بعد نعم لها دور يعني. ايوه لها إيه. دور جدا وهذا لكن شوف انا ترى انا وغانم القرني الشاعر غانم القرني إيه. ابو رند الله يسعده سوينا حاجه اللي هي يمكن جديده اصلا في عالم جبنا كلمات عربيه فصيحه حلو وباليا في بهارات زياده هذا نظام جديد تعطينا بيت بيتين هي نزلت العمل اسمها وحده عربيه سار من شط الخليج إلى المحيط مغردا من يراها أمة لا تفرقها الحدود يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا إرثها الحق الذي لم تزل من دونه أي إرث من جدود يتهادى لجدود هذا لحن عرض عرفت لكنك جميل طالع اي نعم زي ما تقول مفهوم كثير يعني مفهوم ايوه حلو إيه؟ مفهوم يعني بعض الاحيان بعض الكلمات تعرف اللهجات بعض الاحيان ما تفهم كلمه معينه او كذا لكن اللغه العربيه ام اللغات اي نعم هذه يا طول السلامه سويتها في كان في جمعه الدول العربيه عرفت حلو قالوا ترى ما يفهمون اكثر الناس ما يفهمون النبطي حقنا صح فنجيب لهم لان كان الرساله ودك تكون إيه؟ عامه لان إيه؟ الاوبريت كان على مستوى دول الخليج عرفت؟ هذا وين؟ كان في جدة. حلو. أنت ما شارك طيب في الجنوب في مسارح الكبرى زي المفتاح وغيرها؟ لا كثير. كثير. افتتاح خالد على كذا أنت أتوقع أنك من أبرز الأسماء الموجودة في تقريبا ما أبغى أقول أبها فقط لكن منطقة الجنوب كمنشدين. نقول إن شاء الله. نقول إن شاء الله. وإن شاء الله إنك تصل إلى رقم. ماني بيني وبينك ما أحب أمدح عمري لكن نقول إن شاء الله. لا أنت مميز أنا ترى بقول لك شيء من الأشياء اللي تعجبت فيها منك أول ما عرفتك يا خالد يمكن القصور فيني ما أعرف الأسماء بس أنا يوم سمعت أهلا هلا حيا الله قلت تعال يا خالد تذكر أنت أول برنامج قلت هذه لك هذه تعبت وأنا أسمعها لأنها مميزة وبدي يشغلونها في الحفلات والمهرجانات والبرامج. أهلا يا هلا حيا. الله يوفقك يا ابو خلود وقدامك الخير ان شاء الله وربي يسعدك امين يا ناس يا عالم شوفوا الرجل شوفوا زياد الشهري يا ناس الحمد لله بس زياد وش ترى امي فرحانة هذه الطبقه